وصلنا لفقرتنا الطبية واللي هي جدا مهمة لجميع الأشخاص وخصوصا المقبلين على الزواج. قديه مهم اليوم التحاليل الطبية قبل الزواج لكلا الطرفين أكيد، لأنه ما في حدا محمي من الأمراض الوراثية أو الجينية يلي ممكن تكون هي الأمراض أوقات هي سبب انفصال الطرفين أو أنه تمنع زواجهم. لهيك هي التحاليل الطبية كتير مهمة لحتى يتأكدوا من صحتهم وسلامتهم. صحيح يا عفاف، صرنا نسمع بالفترة الأخيرة عن حالات انفصال بين الطرفين بسبب إصابة إحداهم اليوم بالعديد من الأمراض الوراثية أو الجينية اللي ممكن تأثر بشكل كتير كبير على صحة الإنجاب. اليوم مشاهدينا نحن نتعرف على أبرز هاي الأمراض اللي ممكن نكشف عنها بمرحلة تحاليل ما قبل الزواج والفحوصات الطبية، وهل مع تطور الطب صار في علاجات حديثة تخفف من هاي المضاعفات؟ تفاصيل طبية كتير مهمة مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة سماح محمد، طبيبة أطفال وصانعة محتوى طبي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة سماح، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم هذا الموضوع جدا خلينا نقول عنه دقيق، لأنه قديه ممكن كمان سمعنا في حالات خربطة وفي أشخاص عادوا التحاليل والاختبارات لحتى يتأكدوا من صحة هي التحاليل إذا هي صح ولا غلط، ولكن بالأول خلينا نحكي عن أهمية هاي التحاليل. طبعاً يمكن أكيد اليوم الزواج ما بيتم بدون هاي التحاليل، بس بدنا نحكي عن أهميتها وأهمية الدقة فيها لحتى الطرفين يتأكدوا من صحتهم وسلامتهم. تمام. هلا هي بالأساس هذا يمكن قرار، فينا نقول قرار بلد بحد ذاته، على أنه يحمي المجتمع تماماً من الأمراض الوراثية. تماماً، هي قانون، يعني هي معتمدة بالأساس على قوانين البلد يعني. ولكن إذا بدنا نحكي نحن من الناحية الطبية يعني، فأكيد ضروري جدا إنه نفحص الأب والأم لحتى نحمي طفل قادم على الحياة. يعني أنت من قبل ما تجيبي هذا الولد بدك أنت تخليه يكبر صح، تمام؟ فإذا أنت من الأساس عرفاني إنه رح يجي بتشوهات أو رح يجي مثلا بتخلف عقلي أو بما إلى ذلك، فإنه من الأساس إنه لا تبني هذه العلاقة. فهذه الشغلة عن جد كتير مهمة، لأنه في معظم الأمراض الجينية أو الوراثية إحنا ما نقدرين نسوي لها شيء. الفكرة إنه هي التشوهات ما نقدران الطب إنه يعني يحميها أو إنه يعالجها، فإنه وقت ما نقول نحن الوقاية خير من قنطار علاج، فمن الأساس أن تعملوا هيدي التحاليل لحتى تبينوا. يعني وقت بتعرفوا أنه أنتوا حاملين تلاسيميا لفرض المثال، فأنت خليتي ابنك كل عمره عبد ينقل دم، كل عمره ما بيقدر حتى أنه هو بقى لا يأسس أسرة، لا يعمل شيء، يعني حتى أنه مثلا يفوت المدرسة رح تحرميه منها لهيدي القصة. فأنت من الأساس جبتي حدا ضعيف. يعني عندك على مستوى شو بدي لك، على مستوى الحيوانات القطط، وقت بتولد القطة يعني قطة صغيرة مريضة بتاكلها عشان ما تعيش، لأنه بتخاف عليها إنه كيف بدها تكمل حياتها. فشو نحن مثلا على مستوى البشر، فهي العملية شغلة كتير مهمة لنحمي المجتمع بأكمل من هيدي القصة. تمام دكتورة، خلينا هيك نفصل أكثر للمشاهدين عن هي الأمراض الوراثية أو الجينية اللي ممكن فعلا تنتقل اليوم للأطفال إن كان إحدى الطرفين حاملين هي الأمراض. تمام. هلا هو دائما يمكن العالم بتخربط ما بين المصطلحين أمراض جينية وأمراض وراثية. الجينية هو اللي إحنا بنلعب فيها على الجينات، يعني بيكون من الأساس نحن عنا بكل خلية جسمنا في عنا 46 صبغة، 23 جاية من الأب و23 جاية من الأم. فأي مرض بيطلع على الطفل، مو حتى أي مرض، نحن هلأ لون شعرنا، لون عيوننا، تفكيرنا، كل شيء هو لعب فيه الجينات. هلأ هاي الأمراض الجينية أنه يكون في مشكلة أو خلل بالكروموزوم اللي موجود بالصبغة، تمام؟ ولكن الأمراض الوراثية أصنع عليها هي الأمراض التي تنتقل من أب أو من أم. لا يعني بالضرورة أنه الأمراض الجينية تكون أمراض وراثية، في أمراض جينية تجي طفرة. يعني ممكن انه في كثير صارت عندنا حالات بالمشافي انه مثلا طفل اجى داون. طب يا جماعه انه نحن ما عندنا حدا بالعيله داون، كيف اجى داون؟ طفره، تمام؟ في طفل مثلا الطفل المهرج، هي من انواع كمان من انواع الامراض الجينيه، كيف اجى هو هيك؟ كمان طفره. فانه ممكن كثير انه تكون هي عباره عن طفرات، يعني ما أنا امراض وراثيه، يمكن ما يكون له، يعني يمكن مع كل الفحوصات احنا ما نستفاد، تمام؟ الفحوصات بتحمي بنسبه معينه، بس في كثير حالات يعني اجتنا مره على المشفى انه أم جايبة ولدين بهذا المرض، هو اسمه داء السماك الصفائحي، فبيجي الطفل عنده انسلاخ كامل بجلده، في عنده مشكلة جينية بالجلد ذات نفسه، فبيطلع مثل ما قلت لك مثل شكله مثل الطفل المهرج، وبيعاني لقدام الإنتانات الجلدية، فبيموت بالإنتانات. جابت ولدين وهذا كان الثالث، قلنا لها إنه مصرة
بتضلي عم تخلص انه في مشكله عندكم بالعيله يعني. صحيح. انت وزوجك رح تجيبوا دائما اطفال هيك، ونسبه انه يجي طفل سليم هي 25%. يعني انت بين كل 4 أطفال بدها تنجمون ليطلع واحد سليم. وما زالت مصره وما زالت كل ما كانت تجيب ولد للاسف. وطبعا السبب الاكبر للتشوهات هي هو زواج الاقارب عندنا بسوريا من كثر ما انه شائع، فهو كان فعلا هو وقت كان زواج اقارب. بس طلعنا فيها هيك قديش سيء هذا الشيء، بس ما قدرنا نضبطه يعني. خلينا نوقف عند هاي النقطه المهمه دكتوره سماح، هي زواج الاقارب اليوم. هل ممكن انه كل الاقارب اللي بيتزوجوا يصير عندهم مشاكل او اثار سلبيه نتيجه هذا الزواج، او يصير في تشوهات خلقيه عند الطفل؟ ممكن الكل تشملهم هي الحاله؟ اكيد مو الكل يعني، ما يعني كل شيء بالحياه ما في شيء 100% دي نسبه، بس يعني الاتهامات دائما موجهه باي مرض. بيكون هذا الزواج امن؟ ما فيني اضمن لك يعني. انا بدي اعمل دي ان اي للاب ودي ان اي للام، وهذا اكيد ما راح يصير عندنا بسوريا يعني، لانه مكلف جدا يعني. احنا اساسا ما بنعمل فحوصات دي ان اي غالبا، احنا فحوصاتنا بس الاساسيه يعني اللي بنكشف فيها الامراض مثل التلاسيميا او المنجلي، او اذا كان في التهابات كبد او ايدز او لا سمح الله، هدول القصص نحن اللي بنكشفهم. تمام، بس اني اكشف لك الامراض والتشوهات الكبيره واللي هي فعلا بتاثر على الطفل، انا ماني قدرانه اكشفها. فانا من الاساس انه ليه لحتى اعمل هيك، رغم انه هيك نحن نكون واقعي ما فينا نروح نقول والله لا تعملوا زواج اقارب يعني. في عندنا مناطق باكملها هي معتمده على زواج الاقارب، باي دائما نحن بفحص حديثي الولاده في قرابه بين الزوجين، ابن عمي ابن عمه ام اللي خلفتني، لابد انه هي تصير. طيب دائما رح يكون في تشوهات خلقيه عند الطفل؟ دائما. بس تمام. نسبه كبيره يعني. انا بخاف يعني، انا كطبيب بسال هذا السؤال، بخاف انه معناته الطفل انا خايفه انه يصير له شيء، وبنبه انه الام بالحمول تبعها طبعا يعني. فهمتوا انتم كيف؟ انه انا ماني عايشه ببلاد بره لحتى يكون في رقابه شديده على الحمولات اللي عم تكون موجوده، يعني ممكن انه مثلا بمناطق معينه نائيه وبعيده يمكن ان تولد 10 اطفال، وانه انا يمكن ما اعرف واحد فيهم اذا عنده تشوه، ممكن يطلع لبعدين التشوه لحتى يبين. فلهيك يعني مهم انه نصير نحن نرجع لهيدي القصه، مهم نوعي عنها، يعني انا هلا اكيد اللي سامعني هلا هي ما المناطق الريفيه والنائيه، هي المناطق يمكن اللي عم تعمل تحاليل ما قبل الزواج، بس انا قصدي انه قبل ما تفوتوا بعلاقه حب من الاساس، قبل ما ترتبطوا رسميا وخطبه وزواج، اسالوا شو في تشوهات بالعائله، حاولوا تبعدوا اذا كنتوا انتم فعلا من زواج اقارب لتحمي طفلك بالاخير يعني. يعني انا كان في عندي مره والدين فاتوا، واحد معه منجلي والثاني معه تلاسيميا، فولد الطفل منجلي تلاسيميا. إيه انت شوهتي ابنك انت كل شهر بالمشفى، انه ليش؟ طيب انه يعني ان شاء الله عمره هذا الزواج، ان شاء الله عمره هذا الحب، اذا بده ينتج لي من الاساس ما هو هدف الحب والزواج والاستمراريه هو انك انت تجيبي طفل. دكتوره لازم يكون طفل سليم، ولا انت جايبتيه للدنيا لتعذبيه؟ انه صحيح دكتور، يعني ذكرتي نقطة كثير مهمة، يعني يمكن احنا قبل يمكن ما يخطئ اي واحد خطوة بالحب او الارتباط، انه ذكرتي لازم الواحد يسأل في حال كان عنده تشوهات قديمة، تاريخ عائلي، ويمكن للأسف هون المصيبة انه نحن ما يمكن ما في هي الثقافة، بتلاقي الأشخاص بيسألوا بفترة الخطوبة. خلينا نحكي كمان عن الأمراض الوراثية اللي ممكن نشوفها، مرض فقر الدم المنجلي، خلينا نحكي عنه وعن تأثيره. تمام، هلا هو فقر الدم المنجلي للأسف انه هو يعني شائع نوعا ما عنا، ومصيبه بالنسبه للطفل يعني. يعني للاسف انه نحن بنشوف هدول الاطفال المنجلي، الاطفال بيجوا بنوبات الميه شديده جدا. يعني انت متخيله انه طفل مثلا عمره 6 سنين او 7 سنين فايت لعندك، صدري عم يوجعني، ماني قدران، بطني عم يوجعني، ظهري كل شيء عم يوجعني فيه، انت مضطره على انك كل حياته رح يضل هيك يعني، كل حياته رح تضل امه ناحيته، امه الاهلي عليه كمان. تمام، كل ما شفتيه هو موجود. تمام، وبده يضل عم اقول لك بده يضل عم يفوت على مشافي، بده يضل يعني. والفكره انه بكره هاد بده يتزوج بده يرجع ينقل منجلي، لا لا لا، فانت عم تورثي امراض للمجتمع وعم تورثي امراض للبشريه كامله. يعني هذا صارت مثل العاله للاسف على المجتمع. فمثلا هدول الاهل اللي اجوا لعندي ما كانوا مكتشفين يعني، ما كانوا عاملين تحاليل الزواج، بعد ما تزوجوا وعرفوا انه هن معهم منجلي وتلاسيميا، مش عاد بيقدروا يعملوا انه خلص يعني واجب الطفل وقتها، بس انه الطفل عم يعاني كل الوقت. فانه عن جد يعني شغله مهمه، وشغله مهم انه نحن نسال عنها. فالمنجلي هي سيئته يعني، يعني ما في امل للعلاج لهيدا المرض، ما في علاج من الاساس. انا عندي مشكله بالكريه الحمراء. الفكره الكريه الحمراء بتكون شكلها مقعر وتقريبا مثل الطابه، خلينا نقول تمام انه هي ما طابه بس يعني تقريبا نقرب للفكره يعني. فبمجرد تغير شكلها وصار مثل المنجل، فبتصير تتراكم فوق بعضها بالاوعيه الدمويه وتعمل نوبه الالم ونوبه الانسداد. تمام، هي نوبه الانسداد بتعمل له هذا الالم، بتصير ترويه حتى ممكن تعمل
نقص ترويه لأعضاء معين، فإنه هي رح تكلفه كل حياته. قال أنا فيني غير بشكلها للكرية؟ ما بقدر، أنا ما بقدر ألعب جينات. الجينات هي أكثر موضوع صعب على الطب إنه يلعب فيه. خصوصاً ذكرتي دكتورة إنه هي الأمراض الوراثية أو الجينية هي ما لها علاج، ولكن اليوم بنشوف نسبة من هي الأمراض موجودة بالمشافي. ممكن تخبرينا عن الحالات الأكثر انتشاراً أو المنتشرة حالياً بالمشافي، شو هي، شو بتكون؟ تمام، هو أكثر حالات هي نحن بنشوفها هي تماماً المنجلي والتلاسيميا. الأحيان بتكون التلاسيميا هي أنواع بصراحة، يعني التلاسيميا الصغرى ما لك كثير مضطرة، ما بيجي الطفل بفقر دم أو ينقل او كذا، بس التلاسيميا الكبرى هو هذا اللي بضل حرامه كل حياته عم ينقل دم، عنده كمان حتى الحديد بيكون عالي، بيكون عصب بيأثر عليه، بيصير يترسب بالاعضاء، احيانا بينتهي بالموت للاسف. مثل ما قلت لكم هذا داء السماك الصفائحي، هي الطفل المهرج، احيانا بتجينا بتشوهات او متلازمات احيانا. يعني مثلا في عندك متلازمات بيكون فيها الطفل عنده نقص سكر، متلازمات بيكون في عنده مثلا تشوهات متعدده. يعني مثلا هذا طفل نقص السكر، من جانا طفل نقص السكر ضل شهرين عندنا بالمشفى من اول خلق، الأول ما خلق وهو عم ياخد عنده أنسولين مو بالعقل. تمام، فإنه عن جد يعني بتحسي إنه القصة مو بس صعبة على الأهل، صعبة فعلا على الطفل. أو مثلا التشوهات القلبية المتعددة، التشوهات القلبية المعقدة اللي كمان بتصير بمتلازمات معينة أو بأمراض وراثية معينة. يعني الأمراض الوراثية ما فيني أقول لك إنه عددها كبير، يعني ما فينا نحصيها نحن بالاساس يعني، بس انه ما بتعذب الطفل، بتعذبه من اول ما بيخلق للاسف. مجرد ما تشوفي هالتشوهات الموجوده عند الطفل بتزعلي عليه، انه حرام، انه شو كيف بده يكمل حياته. هذا صحيح. دكتوره سمع، خلينا نحكي ونعرف المشاهدين اكثر عن المحتوى الطبي الخاص فيك يلي عملتيه، واكيد بتقدمي فيه كثير من النصائح المهمه لكل حدا عنده يمكن اول بيبي كمان هو قادر يستفيد من المحتوى تبعك. خبرينا تفاصيل اكثر عنه. تمام، هلا هو انا أول شيء طبيبة أطفال، ساتني بالاختصاص، ما زلت عم بختص. الفكرة أنه بكتب محتوى عن الطفل بلسان الطفل ذات نفسه، فأي ماما جديدة، ماما يعني مقبلة على إنجاب طفل، أول شيء بتروحي على وزارة الصحة بتعملي الفحوصات الجينية والفحوصات لحتى تتأكدي أنه ما في عندك أمراض وراثية. ثاني شيء إذا كان في عندك تاريخ، هذا الشيء كثير مهم، تاريخ سابق انه انت عندك طفل ولد للاسف بتشوه معين، مثلا بمتلازمه داون مثلا لفرض المثال، او انه في طفل مات معك بعد الولاده بدون معرفه السبب، فيفترض انك انت تعملي تحاليل. هلا صار متطور نوعا ما الطب، صرنا عم نعمل تحاليل متطوره مثل بذل السائل الامنيوسي، خزعه الذغابات الكوريونيه، هلا عم تصير موجوده، عم نكشف احيانا التشوهات وقت بيكون الطفل برحم امه، لحتى نحن من الاساس يكون في فريق متعدد الاختصاصات بانجاب الطفل ذات نفسه. فهي كان فكره مهم اني احكيها. فاول شيء بتعمليها، ثاني شيء بتفتحي على صفحتي بتعرفي اكيد. فانا بحكي على البيبيات بنموهم، تغذيتهم، تطورهم الروحي الحركي، تنظيفهم، يعني بهي النواحي كلياتها، بحيث اني ساعد كل ام جديده على انها تربي طفله بطريقه صحيحه. هذا الشيء نحن ما هو موجود عندنا بطب الأطفال، يعني نحن عنا عيادات أكيد ومنتشرة المشافي والعيادات، ولكن العيادة مختصة بعلاج أمراض معينة، ما أنا مختصة تماما بتوجيه أم كيف تربي طفلها، كيف تتعامل معه بطريقة صحيحة. فأنا حاولت بنوع جديد يعني أنه أو بأسلوب جديد أنه وفر هيدي القصة لكل حدا بده يجب طفل. معناها خلينا نجاوب على سؤال كتير مهم واللي هو أمراض نقص المناعة عند الأطفال. اليوم شو ممكن يكون سبب إصابة هذا الطفل بأمراض نقص المناعة؟ والله للأسف يعني نصيبة من الحياة، نصيبة من الحياة، يعني نصيبة من الحياة. هي الكلمة أنه سمعناها كذا مرة أنه حظك هيك، حظك سيء. تماما، مع أنه أنت صرت بهذا المرض أنت بس حظك سيء. طب هون الأهل ما بيكون لهم علاقة بالموضوع؟ ما بالضرورة، يعني أحيانا بتكون هي عبارة عن طفرات. يعني مرة جانا طفل للأسف عنده نقص جلوبيولينات مناعية، نقص مناعة بكل النواحي، فدائما عنده إنتانات متكررة، ودائما للأسف عنده إسهالات. يعني الطفل كان وزنه شيء تقريبا 30 كيلو، قلب لل 15، يعني انه نزل هيك نزول فجأة. للاسف انه هي طلع معه مرض مناعي، والامراض المناعيه ما لها علاج، يعني علاجاتها كثير محدوده وعلاجاتها صعبه للاسف. يعني بتاثر من عمره كمان طبعا، يعني انه هذا كيف بده، يعني كيف بده يكمل حياته، هو كل شيء عم ياخده وعم يفقده. طب هي ما بتبين ما بتحليل للاسف، هي اكثر الامراض بتبين بتحاليل الدي ان اي. تمام، مين بيعمل دي ان اي؟ كثير انه تحاليل الصبغيات، يعني هي بتعرض لها كثير للاسف. يعني مره كمان كانت بفحص حديثي ولاده، اجت الطفله، فالام ما بتعرف شيء، ما بخبرينا ابدا عن القصه، طلعت طفله داون. فانا لحاله اني خبرها انه هي طفله داون، كان
ضلت تبكي انهارت الام انه هذه كيف بدها تكمل حياتها، كيف بده يتنمروا عليها، كيف بدي اقدر اني بكره اعلمها، كيف بدها تطلع، كيف بدها تكبر. فانه نحن بنوصل لدرجه كاطباء بيكون من الاساس قلبنا يعني واجعنا. طب الطفله من اول ما خلقت كان عمرها 6 ساعات لنعرف انه هي مع دو، واجيت المفاجاه للام ليش ما حدا خبرني وانا حامل. تمام، احيانا للاسف بالايكو ما بيبين، يعني مو بالضروره انه يبين. فانه هي صدمه على الاهل، وهي للاسف هلا انا عم بحكيها برياحه، انا قاعده على هون على الكرابايه وعم بحكي انه امراض وراثيه وجينيه وعم بشرح، بس الموضوع اكبر من هيك بكثير. الموضوع مؤلم للاهل ومكلف، مو بس مكلف للاهل، مكلف للمجتمع كاملا. انت عم تعالجي طفل بدك تضلي عم تعالجيه، يعني مريض فقر الدم تلاسيميا، انت كل شهر عم تدفعي عليه كدوله، عم تدفع عليه كدولة، عم تدفع عليه كمجتمع، عم تدفع عليه كأسرة. هو عم يدفع من عمره، هو عم يدفع من مستقبله. نحن الإنسان السليم ما قدرانين نحميه من الأذى اللي بيكون موجود بالمجتمع، من التنمر الموجود بالمجتمع. كيف بدي أحمي طفل داون بس عنده تشوه شكلي أحيانا؟ وهي الفكرة. وقتها إنه قلت لها للأم قلت لها طولي بالك، لازم نعمل تحليل صبغي لنتأكد إنه هذا داون، ولازم تعرفي إنه داون إله يعني أنماط، يعني في أنماط نحن بنسميها الفسيفسائية أو المزيكية. يعني الطفل ما بيجي غير بتشوه شكلي، بيكون عضويا يعني منيح أحيانا، ما بيكون يعني حتى هيدا القصة انه نحن بتوقع يمكن بتعرفوا وسمعني في كافيه سوسيت اللي حاول انه يعطي فرص عمل لهدول الناس، لهدول الناس اللي هن ناقصهم شيء معين بالحياة بس عندهم كتير بس شغلات حلوة. يعني بالمقابل دكتورة بتلاحظي انه صار في وعي يعني من قبل المجتمع بخصوص اطفال داون، هو محدود بس انه صار يعني محدود، وهذا اللي لازم نحن نركز عليه. تماما، هلا عم بنحطه كتير بالمجتمع، عم نشوف بالمدارس بالشغل عم يشتغلوا بجميع المجالات حتى بالمناهج، بالمناهج لازم تتدرس انه هذا المريض ما لازم احنا نتنمر عليه، انه هو حتى مو مريض. انا قلت له وقتها قلت له هو جاي باختلاف، هو بدل ما يكون عنده هال 23 صبغي عنده 21 صبغي، هو ما ذنبه، هو هيك الله خلقه، بس مو معناها انه نحن نتنمر عليه. هي لازم نحن نلعب عليها بوزاره التربيه. انا عن جد يمكن هذا الشيء الوحيد، انا ما خفت على الطفله من التشوهات القلبيه او التشوهات من النوع اخر، انا خفت عليها بكره انه كيف بدها تكبر، كيف بدها تتعامل مع الناس اللي حواليها. فهذا اللي نحن كثقافه كاعلام وحتى كاطباء وكمجتمع لازم نلعب عليه. اكيد بالختام تفاصيل ونصائح طبيه جدا مهمه. شكرا لك دكتوره سماحه محمد، طبيبه اطفال وصانعه محتوى طبي، واكيد نتمنى لك كل التوفيق والصحه والسلامه للجميع. شكرا لكم، وشكرا لكل الماميات ولكل حدا مثل ما قلنا هلا خاطب او بده مقبل على الزواج عم ولد تحالي. لا تكونوا زواج قريب، حاولوا تنفصلوا معلش احسن، بس انه احموا اطفالكم. شكرا لك دكتوره سماح، وشكرا على المحتوى الجميل والغني اللي عم تقدمي على السوشيال ميديا، واكيد بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. واهميه تحليل الدي ان اي معلش هي يمكن يكلف مبلغ كبير شوي، بس بيختصر رحله عذاب طويله صحيح بالحياه لنا ولاطفالنا.